اجوا الجماعه علي وقالوا بدك تعملنا مركب، فرفضت في الاول بعدم وجود امكانيات في غزه. فقالوا حاول، قلت لهم صعب في الوقت الحالي، صعب، ما فيش اشي موجود، ما ولا اشي موجود. قالوا حاول، انه بدنا نخدم 15 عائلة من الفقراء وينزلوا فيهم. دورت على كل بيت بشجرة، شجرة قصها، اجيب شجرة وقصها انا واشتريها، وكسر شجرة الي حوالي 3 شهور وانا بلف، ما ضلش في الاخر شجر. قصناها بمشطار صغير قطعة قطعة لما ركبنا المركب. ممنوع، ليش؟ ممنوع تجيب أي قطع غيار، أي مطور من الصيادين، ليش؟ من قبل 15 سنة، سؤال ليش؟